السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم. هنشرح النهاردة موقع وأداة من الأدوات الجميلة جدا في عملية صنع الفيديوهات. يعتبر الأداة ديت من الأدوات الشهيرة جدا والرائعة جدا 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 جدا، وأداة لا يكاد لا يستخدمها أي أحد من المشاهير، أداة تيوب بودي. أداة رائعة في تحليل حجم المشاهدات وتحليل الترند وتحديد مستوى الـ SEO الخاص بالفيديو بتاعك. احنا بنصطف الأداة وهنشوف ازاي بيتم تنصيب وتسطيب الأداة بشكل كويس، والمميزات الرائعة جدا من الأداة. ادي الاكستنشن بتاعتي، انا مصطفها اكستنشن عندي. كل ما عليك ان انت بتجيب اي فيديو زي الفيديو اللي قدامنا ده كده، وتبدأ تحلله. اي فيديو فبيقول لك عدد اللايكس الخاصة بالفيديو، عدد الكومنت، عدد المشاهدات، بيقول لك كمان السكور الخاصة الـ SEO سكور. SEO سكور خاضعة لعدد الحروف المستخدمة والمدرجة في عنوان الفيديو والديسكريبشن والميتا ديسكريبشن والميتا تاجز الخاصة بالفيديو. دي كلها عناصر من عناصر الـ SEO. بيقول لي كمان وبيتجسس لي كمان على الفيديو، بيقول الفيديو ده بيستخدم ايه من الكلمات البحثية اللي هو ظاهر بيها، عشان لو ده منافس تبقى انت قادر وعارف المنافس ده بيعمل ايه عشان يطلع في النتائج الاولى. فاقدر كده اقول له طب اعمل لي تحليل للكلمات البحثية، فبيقول لك ده تحليل الكلمات البحثية ودي الكلمات اللي هو طالع بيها. وبالترتيب مثلا الفيديو اللي قدامنا كلمة مضخة مياه، فهو طالع ترتيب رقم 6. طب مين طالع ترتيب رقم 1؟ هنيجي كده نشوف الريزلتس أو نشوف النتائج، فيبدأ يجيب لي الفيديوهات المنافسة والشبيهة للفيديو ده اللي محتلية الترتيبات الأولى باستخدام الكلمة دي. بيعمل اللودينج، بيعمل التحليل، هيروح يحلل الكيوردز دي، أول كلمة للمنصة دي، وحجم المشاهدات عنده هي 4000 مشاهدة. ثم بعد كده القناة الأخرى، وهي القناة بتاعتي، هي ظهرت في النتيجة رقم 2، أوكي، بعد 6. فده يعني تطور جميل جدا اللي احنا بدأنا ننطلق، ثم بقية القنوات قدامي بالشكل ده. مش بس كده، لا ده بيقول لي متوقع ان الكلمة دي بتحصد ما يقارب من 819 ألف عملية بحث شهريا، فانت مرشح وبقوة اللي انت تظهر بشكل حلو. تقدر تحلل اي كلمة تانية انت عايزها، مثلا لو قلت له مضخة، نقول مضخة مائية مثلا، او مضخة ماء بدون كهرباء، كلمة اخرى، هيبدأ يجيب لي مشتقات الكلمة. بص كده، عمل مضخة ماء بدون كهرباء، كيفية صنع مضخة ماء بدون كهرباء، كيف تصنع مضخة ماء بدون كهرباء. شايفين المناظر دي؟ ده رائع جدا جدا، كلمات تقدر تستغلها، واقدر اعمل سيلكت عليها كلها كده مرة واحدة، واخدها واحطها تاج لمين؟ للفيديو بتاعي. وبيقول لي كمان ان الكلمات دي هتساعدك في الظهور والتغلب على المنافس بشكل كويس جدا هنا على اليوتيوب. وايضا بيحلل لك الكلمات دي لو انت عايز تحللها على موقع جوجل، وهنا الفيديو توب والكومنت تاج، ودي كده الكومنتات اللي موجودة، فحاجة غاية في الروعة، غاية في الروعة. طيب الكلمة اللي أنا جبتها مضخة ماء، حجم البحث عليها شهريا 172 ألف، بس أنت مش طالع بالكلمة دي. فأنت دورك اللي أنت تعمل إيه؟ اللي أنت تاخد الكلمة دي وتضيفها عندك في إعدادات الفيديو عشان تظهر. يعني تعالوا كده ما نشوف لما نضيفها هل هتظهر معايا ولا لأ. كل المعلومات دي انا عرفتها ازاي؟ عرفتها من منصة تيوب بادي، انا عن طريق منصة تيوب بادي. ادي تحت هنا كده، هو طبعا بيساعدك وبيديلك افكار كمان لكلمات اخرى والترتيب بتاعك والكلمات اللي انت طالع بيها. بص الكلمة كده لما حطيتها له، اوكي، هيبدأ يحللها. لو انا ليا ترتيب هيبدأ يطلعها، مثلا نقول تجربة منزلية. بصوا الجمال بقى اللي بيحصل، فبيقول لك تجارب منزلية، تجارب منزلية بسيطة، تجارب منزلية سهلة، وفي تجارب منزلية في 5 دقائق. بيعمل ايه معايا؟ هو عمال بيديك افكار للكلمة اللي انت كتبتها.
عشان تستخدمها في التاجز. الجميل كمان ايضا ان انت تقدر تحفظ الكلمات دي عشان تستخدمها مرة تانية. شايفين اللي بيحصل؟ فهو عمال يديني افكار. اصنع بنفسك تجارب مش عارف ايه. اوكي، اصنع بنفسك مثلا ديكورات للمنزل. طبعا انت بتختار كلمات ليها علاقة بالفيديو، هو بيحاول يساعدك كمان. فمثلا كيف تصنع روبوت، كيف تصنع ماشي، يعني احنا بنحاول نجيب حاجة ليها علاقة باللي احنا رفعناه. اوكي، بالشكل ده كده، وبعد كده بنقول له سيف. طبعا انا معايا لحد 500 حرف، فانا هكتفي بهذا الامر واقول له سيف. دي كده كانت منصة وأداة تيوبادي، هديكم اللينك في الديسكريبشن لو حد عايز يستخدم تلك الأداة، واللي عنده أي سؤال ممكن يقول لنا في الكومنتات في التعليقات واحنا هنرد عليه. شكرا لكم، ونلقاكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.